السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرستكم لمادة التربية الإسلامية من مدرسة إجنايت سهير الرفاعي. أنا كمدرسة التربية الإسلامية للصف السادس، هناك العديد من طرق التدريس لهذه المرحلة المهمة للطلاب في هذه المادة لمادة التربية الإسلامية، حيث نهتم بإتقان الطلاب لجميع المهارات في مادة التربية الإسلامية من خلال المحاور الستة المعروفة لمادة التربية الإسلامية، وهي المحور الأول وهو محور الوحي الإلهي الذي يشمل القرآن الكريم والحديث الشريف، المحور الثاني العقيدة، المحور الثالث قيم الإسلام وأدابه، الرابع هو أحكام الإسلام ومقاصده، والمحور الخامس السيرة النبوية والشخصيات الإسلامية، المحور الأخير وهو المحور السادس الهوية الوطنية والقضايا المعاصرة. هذه المحاور الستة لمادة التربية الإسلامية أسس يقيم عليها الطالب ليكتسب مهارة جيدة في هذه المحاور، وأيضا غير الخبرة والمهارة الجيدة التي يكتسبها يكتسب أيضا معرفة المفاهيم الدينية اللازمة للطالب، أيضا فتح لهم المجال الاستزادة والإثراء عبر الأنشطة الصفية في ظل التعليم عن بعد، وأيضا تحقيق سمات الطالب الإماراتي وتعزيز ولائه وانتمائه لوطنه. أيضا ربط هذه المحاور والقيم الإسلامية التي يكتسبها الطالب في هذه المرحلة بالصف السادس، ربط هذه المحاور التربية الإسلامية بحياتهم المعاصرة وفق تعاليم الإسلام السمحة المتسمة بالاعتدال والتوازن، وأيضا تنمية التفكير الإبداعي والابتكاري الذي تسعى له دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيقه من خلال رؤيتها متحدون في الطموح والعزيمة. نحن كمدرسين لمادة التربية الإسلامية في مدرسة إجنايت للصف السادس يتم التركيز على استخدام التكنولوجيا في ظل هذه الظروف السائدة وفي ظل التعليم عن بعد، فقد اكتسب الطلاب مهارة جيدة في استخدام التكنولوجيا وتفعيلها في مادة التربية الإسلامية. أخيرا أتمنى النجاح والتوفيق لأبنائنا الطلاب والطالبات من الصف السادس.